جبت العلوم جبت العلوم يا جماعه الخير جبت العلوم. مدير شلو الطحف ان شاء الله. اللي حاط صوره في الانستغرام واللي حاط صوره على الواتساب يشله، واللي حاط صوره في المكتب بعد يشله. شل الطحف ان شاء الله. ايش السالفه؟ ما قلت لك البارحه شلو؟ الحمد لله يا غانم الله عليك، انت ما تجيب لي الاخبار الزينه يا ريال. زين وشلو يا ريال؟ افتكينا من الكراسي بوي ما تدوم. ضرب شو ها؟ لا شغل ولا مشغله. سرعوا على كراسيكم، حلوا رواتبكم. لا يكون حطوه المدير عادي يسوونه. شلون تضحكون؟ تعال خلنا نشوف. تعال اشوف دلة القهوة. أبا يا مبارك، أذرك مبهين؟ هيل وزعفران ومسمار في دلة المدير، ونحن قهوتنا حثال؟ أذر مبارك مبهين؟ غشاش. خل الدلة مكانه، الله ياخذ هذا الروس هذا، خلوا وديره حق المدير. خربتوا الصفة. بنات، سمعتوا؟ شلوا المدير. معقولة؟ أكيد. قوموا خلنا بسرعة تعالوا. قلال نصحنا يا ابوي خف علينا الكراسي ما بدوم. قلال ونصحنا الكراسي ما بدوم. قلال ونصحنا الكراسي ما بدوم. سبحان الله، انت الوحيد اللي وفي يا مبارك. بس سعادة المدير، هاي مذمة من مدح. كيف؟ لان الوفي الكلب. حاشاك ومحشوم يا مبارك، لكن شفت هذيل الجماعة اللي يغنون وشمتانين فيني؟ شو بلاهم؟ اصبر عليهم شهر واحد بالكثير شهرين، وان زودت 3 شهور شو بيستوي؟ اللي بيستوي يا مبارك ويقولون ليت اللي مضى يرجع وارسم صورتك عنوان. مع السلامة. سبحان الله، حتى مدير مكتبي ما ودعه. دنيا هذا أكيد المدير الجديد. بنات لو بنعرف المدير الجديد شو موضوعه؟ شاب شيبة حلو خسف عصبي طيب يعطي إجازات؟ أهم شيء يكون غبي، لأنه الصراحة ما أحب غير الأغبياء. آخ اليوم أنا الأنسب يعينوني مدير. يا رب يجيني تليفون يبشروني ويخبروني أني استويت مدير. صبحك الله بالخير سالم. بقول لك كلمتين لا تزعل. اهي اصبحنا واصبح الملك لله. خير يا مبارك شو عندك؟ انت ما تستحي ولا تخيل ولا عندك مذهب. اوف 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 انما هذه وايد دفاشه. شو فيك انت؟ عيل مديرك يا سالم 3 سنين وياه جالي للجنطه ومدخل للجنطه وفاتح للسياره ومبند السياره، ويوم انقلوه ما سلمت عليه ولا ودعته. مبارك نقلوه ولا فنشوه؟ إنما يفنشون أو ينقلون اللي ما يحبونه اللي ما يدانونه. أنت تبغيني أنا أروح أودع واحد ما يحبونه وغاضبين عليه؟ بارك الله فيك. لا يا أبوي لا، يقول لك من رابع النحيس ينحس وياه. وبعدين كفاية إن حضرتك ودعتي. يعني أنا قلت طيبتك الأولية ما بطيبة ريال طيب، طيبة ريال مصلحتي. مبارك إنما نسيت نفسك أشوفك ولا؟ صدقني اول ما استوي مدير انما اوعدك وعد، اول ورقه اوقع عليها ورقه فنشك. تتمنى العرس شو وتتمنى القرعه تربي زلوف يا حبيبي. المدير الجديد وصل في الجراج جالس يصف سيارته. انما انت نحيس، شو بيهم وراك غير الاخبار الشيله؟ الله لا يبارك في هالوي.
قوم قوم خلنا نقدم ولا اطاع. قوم. سبحان الله، المنافق منافق. تفضل. ها هذا مكتبك طال عمرك، انما انا مكتبي هني عدالك طال عمرك. مكتبي انا مدير مكتبك هني مكتبي. تفضل امر انت بس، تدلل شو ما تبغي طال عمرك، بتلقاني 24 ساعه جاهز، حتى بعد الدوام الرسمي اشتغل لك دوام رسمي طال عمرك. اخبرك انت بالع مسجل حاطنه في حلجك بلاك. سالم. نعم طال عمرك. قلت لي اسمك سالم مو بكذا؟ نعم طال عمرك سالومي. تصير الحين تجمع لي الموظفين والموظفات وتوديهم كلهم قاعة الاجتماعات. حاضر حاضر طال عمرك، انما انا عندي اقتراح. يعني انا اقول يعني اول شيء انا ادعو مدراء الاقسام، وبعدين طال عمرك تجتمعوا يا الموظفين والموظفات، شو رايك؟ قلت لي السالومي مو بكذا؟ نعم طال عمرك. ايش رايك تجلس على هالكرسي ورا هالمكتب هذا وتامر وتنهي وتدير الشغل؟ اسمع سر نفذ اللي قلت لك عليه، تحرك. ان شاء الله. حاضر طال ان شاء الله. هذا من الفلول المنصرمة، بقايا المدير السابق، يحتاجون إلى فرمة من جديد. يا غانم غانم عندك اجتماع المدير يباكي الجديد في القاعة، يلا بسرعة. حاضرين حاضرين متعودين متعودين. يا سارة انت والموظفات، المدير يبغيكم عندكم اجتماع في القاعة، يلا بسرعة. اجتماع شو الحين؟ وقت ريوق الحين يا سالم. عاد ريوق ما ريوق انا ما يخصني، انما المدير يباكم الحين اجتماع في القاعة، لا تأخروا. انزين حاضرين حاضرين. مبارك انت مبارك، غلطان اللي سماك مبارك، انت نحيس نحيس وما يجي وراك الا النحس. اباك تداومين في مكتبي عقب ساعة، أدري بك أنا مشغولة، لكن تدرين أنتي ما حد يفهمني ويفهم شغلي غيرك أنتي. شو باكر؟ لا 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 اليوم اليوم. زين خلاص يلا أوكي. جيت في وقتك. السلام عليك سعادة المدير. عليكم السلام. مواطن؟ هنا عم مواطن. فراش؟ هنا عم فراش. ما شاء الله، ليش انتو ما انقرضتوا؟ شو يعني انقرضنا؟ لا بس انا تحسبت ان فراريش مواطنين انقرضوا من زمان. لا انا بعدني الديناصور الوحيد اللي باقي. شو هذا المدير هذا؟ انقرضتم ما انقرضتوش يعني احنا ديناصورات؟ هذه من اولها صدقه سالم يوم يقول يخمس فينا تخميس. كم واحد انتم في الدائره؟ مثل ما قلت لك طال عمرك كلهم انقرضوا، انا تنيني بعد الله بلحقهم. لا لا انت فيك الخير والبركه. شو تعرف تسوي غير القهوة؟ وايد قهوة، شاي حمار، شاي حليب، زعتر، زنجبيل، وايد أعرف. زين زين. أقول لك سعادة المدير، أنت طالب العالم هذه كلهم مجتمع، شو تبغي بهم؟ هذا عيبكم أنتوا يا المواطنين، فراش وتخبر عن كل شيء. إيش تبغى؟ إيش لك فيهم؟ اسوي احتياطي مدام ان الجماعه وايد، معناته لازم اسوي دلال وايد وجاهي وايد ودلال اكبر عن هذه بعد.
عجيب والله، انتوا كلكم في هالدائرة هاي ترمسون؟ اسمع، انا عندي نظام ما شيء لا شاي ولا قهوة، خصوصا في غرفة الاجتماعات، ما ابغي اشوف فنيال في غرفة الاجتماعات. زين، جزاك الله خير ووفرت علينا. تعال، وين ساير؟ طالع برا. استأذنت قبل لا تطلع؟ ما يحتاج. شو هالدائرة؟ شو هالموظفين؟ شو هالفراريش؟ الظاهر ان هالفلول هذيلة بيتعبوني. المدير الجديد يبي يتعرف علينا. كيف يعني يبي يتعرف علينا؟ يبي يسأل عن ثقافاتنا، نشاطاتنا، شهاداتنا. أي مدير جديد لازم يسأل عن هالأشياء. وشو خص هذا في تعديل قدمة؟ بس كذي بطلع غاوية. أو إن غاوية. تطلع غاوية والله قالت. حلو. يلا يا بنات، يلا يلا على مكانكم، بارك الله فيكم. شباب اهدوا اهدوا، المدير شوي وبيي. إنما أنا ما عندي جدول الأعمال، المدير بيخبركم بروحه. اسمحوا لنا يا شباب والشابات، مو محقورات. المدير يقول لا قهوة ولا شاهي، أنا بس أجيب لكم أقلام وأوراق فقط لا غير. من أولها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ الاجتماع. قبل كل شيء وأول شيء، أحب أنبه الشباب والشابات، التصفيق هذا أنا ما أحبه. التصفيق آفة المجتمعات المتخلفة. أنا جديد في هذا المكان، لا أعرفكم ولا تعرفوني، لا تعرفون زيني من شيني، ولا أعرف خيركم من شركم. عشان كذي التصفيق هذا تنسونه. ثاني شيء، اسمي سعيد الترس، مديركم الجديد كان اسمه علي عوض. سوالف علي عوض خلاص تنسونها، لا تذكرونها مرة ثانية. التسيب والفساد الإداري ما لها مكان من بيننا في هذا المكان. بس نحن طال عمرك مو بمفسدين. أنت شو اسمك؟ غانم، مسؤول قسم التوظيف. ما حد عطاك إذن ترمس، هيل مكانك. نحن في اجتماع الكل موجود فيه، اللي في خاطره شيء يخليه وعقب بنتناقش به. رؤساء الاقسام باكر بنسوي اجتماعهم ويقولون اللي في خاطرهم بعد. شو هذا؟ شو هذا يا مبارك؟ اوزع عليهم اقلام واوراق حتى يكتبون ملاحظاتهم. انت قلت لي لا توزع لا شاي ولا قهوه، تيملت فيي. هذا التسيب بعينه وعلمه. عنبوه، ما فيكم موظف كفو اجيب ورقته وقلمه وياه من المكتب؟ منو اللي قالك كذا؟ هذه هي العادة طال عمرك. العادة هذه تغيرها. كل موظف أجيب ورقته وقلمه وملفه وياه من مكتبه، ما بنت اللي توزع عليهم. إن شاء الله طال عمرك. حد يبغي ساندويتش؟ هذا هو التسيب الإداري بعينه وعلمه. سندويتشات ممنوع، ما شيء أكل وشرب في هاي الدائرة. اللي يبغي ياكل ياكل في بيتهم. وانا سمعت ان انتم تتجمعون مع مديركم السابق، التريقون والتغدون، اللي جايب صينيه واللي جايب طبقه واللي جايب دله، ممنوع. هذا هدر للوقت. وانت يا مبارك تفضل روح، واذا بغينا شيء بنزقرك. ان شاء الله طال عمرك. لا، خذهم وياك. قلت لك لا، خذهم وياك. هيا اطلع برا. يلا ان شاء الله طال عمرك. شوفوا
نطلع من هذا الاجتماع بنتيجة واحدة، هدر الأموال العامة خط أحمر، التسيب والفساد الإداري غير مقبول. لو سمحت طال عمرك، أنا حمد من شؤون الإدارية، تكلم قبل شوية ربيعي وقلت له أقعد، بس حبيت أقول لك شيء. نحن ما حد منا بيرضى بالفساد الإداري، بديت بالتعميم ونحن نعترض على التعميم. أنا ما أعمم، لكن اللي على راسي بطحة وأنت كمل المثل. قلت لكم قبل شوي اللي عنده شيء يخليه، وعقب ما نخلص الاجتماع بنسمع من الكل. إحنا لا على راسنا بطحة ولا على راسنا ريشة، وأنا أضم صوتي لصوت زميلي وأعترض. أنت منو اسمك؟ هدى. أي قسم الدومين؟ في المشتريات. المشتريات. غانم، قلت لي اسمك غانم مو بكذا؟ هي نعم غانم. حمد. نعم. وهدى برا القاعة، تحركوا. ها خلص الاجتماع؟ وين خلص؟ راغونا. منو راكم؟ منو بعد؟ مدير الغبرة الجديد. عيبتني هاي مدير الغبرة الجديد، يوم سر عنكم الأولي ما درينا به وما درينا به، ذوقوا الحينه يشتري ويبيع فينا واحنا احبابه، هذا ابو يخمس ويسدس فيكم. قال هالمدير الأولي الحين فهمته. شو عقب اقولكم شكل المدير هذا ناوي على شيء جاي. ما عليه كمنا، الحين له توه جديد متحمس عقب فترة. تقول؟ كم خلي حكي. هذا المشروع جميل. هذا المشروع طال عمرك اللي كنت أكلمك عنه. فكرة منو المشروع هذا؟ هذا المشروع فكرة المدير السابق طال عمرك علي، الله يذكره بالخير. إنما الله لا يذكره بالخير. هو تدري يعني مشروع زوين يعني شوي يعني، لكن في إهدار للمال العام، وهذا اللي كنا نرمس عنه. ناس ما تعرف تشتغل، ما تعرف تخطط. يوه تقدر تروح وزع الأوراق اللي أعطيتك إياها على الموظفين. إن شاء الله تأمرني بشيء ثاني طال عمرك؟ لا توكل على الله. إن شاء الله. تعال. نعم. لا تصير انت بروحك توزع الاوراق هذه، عطهم حق الفراش مبارك، خلي يوديهم حق الموظفين كل واحد بمكتبه. ان شاء الله طال عمرك. حاضر. تامر شيء ثاني سعادتك. انت شو سالفتك؟ طال عمرك، سيادتك، سعادتك، انا اسمي سعيد وبس. الالقاب والاسماء خلاص انتهت من زمان. التزلف والنفاق انا ما احبه. إن شاء الله طال، إنما أنسى سعيد وبس. سعيد وبس. سعيد وبس، إن شاء الله. بعد ما بقى إلا إني أنفذ أفكار علي المدير السابق. أفكار، أي أفكار هذه؟ الله المستعان، الله المستعان. هاي، صباحك الله بالخير. هاي، صباح النور، أهلا وسهلا، تفضل. لا مشكور،
مكتب المدير سعيد وين؟ مكتب المدير هني، إنما أعطيني بس فرصة أدخل عليه عشان أخذ لك إذن. من نقول له؟ لا ما يحتاج. كيف ما يحتاج؟ بارك الله فيك، ما يصير، لازم استأذن. من أقول له؟ لازم يصير. أنت ما عرفتني. تفضل. كان هي قاصرة كملت، إنما هذه منو وشو جاي تسوي؟ الله أعلم. الله يهدها شنيلة، تأخرتي علي، كان المفروض تداومين معاي. قلت لك ما روم، عندي شغل. شغل وشغلي أنا تعرفيني ما أقدر أشتغل بدونك، ما أقدر أشك خيط ببر وأنتي مو موجودة، خصوصا إني داش على دائرة ما أعرف حد فيها. يا نيلة، الموظفين في هالدائرة هذه يبغون لهم غربلة، يبغون لهم منخل ينخلهم. الزين نخليه وشين نلبسه الباب. انزين، ما قلت لي الحين وين مكتبي الجديد؟ تدرين يا نيلة، أنا بعدني جديد هنا، بعدني ما استوعبت المكان، وأقترح يعني لفترة مؤقتة أنك تداومين بمكتب سالم. تعرفين الشغل أصوله، وعقب ننقله هو الأرشيف وانت تصيرين مديرة مكتبي. أنا نيلة أداوم مكتب مو مكتبي؟ وعند منو؟ عند مدير مكتبك؟ لا لا لا، اسمح لي أبو عسكور، هالكلام ما يصير. مو بمدير مكتبي يا نيلة، انت بس استوعبي الشغل وبعدين هو بنطلع من هالمكتب وانت بتصيرين مديرة مكتبي. انزين خلاص، أنا موافقة، بس علشانك هالمرة بس. ها، مثل ما اتفقنا، فترة مؤقتة وما تزيد عن أسبوع. من عيوني. تسلم عيونك. الله سلمك، حط الغورة على الغاز لين يفور، عقب أحط عليه القهوة لين يطبخ مرتين ثلاث أربع مرات، أقوم أحط المسمار داخل الدلة ما بداخل الغوري. يا أبويا أنا أرمس، كنت ملتهي في الأوراق. وبعدين قول، كمل. عاد عقب ما تفور أربع خمس مرات أصب القهوة من الغوري في الدلة. يا ابوي انا سرمسك طالعني. مبارك، انما سويت لي صداع يا اخي، مو معقول. عرفنا انك تسوي شاي وقهوه من اروع ما يكون، انت احسن واحد في الامارات يسوي شاي وقهوه. يا اخي قوم ود الاوراق عند الموظفين مثل ما قلت لك، خلصني. السلام عليكم اخوي سالم، ايش حالك؟ السلام عليكم. السلام والرحمه. اهلا. المعذره اخوي، من ساعه انا كنت مستعيله ودخلت على طول، لان كان سعيد ياباني ضروري، أقصد المدير سعيد. إيه سعيد. لا حصل خير، ما صار شيء طال عمرك. أنا اسمي نيلة، ممكن أداوم عندك هني؟ وحليل على نياتها، هذا ما بالمدير، المدير هناك يداوم. مبارك دبحتني يا أخي، روح ود الأوراق اللي وصيتك عليهم. قوم شر توان قواز عتار شيء. مبارك يا أخي، روح ود الأوراق، إذا بغينا شيء بنتصل بك يا أخي، توكل. شر. إنما أنا ما فهمت عليك يا أخت نيلة. أنا مديرة مكتب المدير الجديد سعيد. فهمت. إنما بس أعطيني يعني خمس دقائق عشان أشيل أغراضي وأوراقي الشخصية. لا 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 لا، أنت فهمتني غلط، أنا بداوم معك هني في هذاك المكتب، أبيك تعلمني أصول الشغل، تعرف أنا توني جديدة وأبا أتعلم، ولا ما راح تساعدني؟ لا حاضرين، ساعدك، أفا عليك. أعلمش طريقة الشغل وخلاف أنت والمدير سعيد مقطوع النصيب، هذا يقطع نصيبي. إنما ما علي. أشوفك صرحت، عسى ما شر، وشو تفكر فيه؟ لا إنما يعني شوية، عموما تفضلي على مكتبك واللي تامرين فيه، نحن حاضرين من العيون، من عيوننا هذه قبل هذه، تفضل. مشكور، تسلم عيونك. لا شكرا على واجب. يا ريال روحيتنا، شو لك؟ خبرها المدير ومكفرني عن العمل؟
مسكين حمد. وحمد شو يخصه؟ عندك اقرا يمكن بعدها بحيل حمد عطينا ورقه فنقش ولا شيء مثلك. اقرا. فعلا نفس الشيء موقفين على العمل. منو هذا؟ حمد. يلا عندك وحيل بعد هذه هدى وحيل لا تبنى الريوك عندك تطالع اقرا. عز الله ان طار الريوك. حتى هدى موقفينا. منو هاي؟ هدى. الله العالم يمكن بعد يدور علي بعدنا يفنشوني وياهم. يا هي سالفة. أنا من 60 سنة. تعال خلني أشوف. بس قول له تعال أبغى أشوف. كم عمرك أنت؟ يلا بعد. 6 سنين. كم واحد أنتوا هني في الدائرة؟ وايد مصورين وها. شكل المدير هذا ناوي على شاي شاي. شو شاي؟ شاي شاي شاي. اسمحونا يا شباب. يا شباب المحضرة. بخصوص التسيب والهدار شو اسمه هو؟ لكن ابغى اقول لك شيء. بديت بالتعميم والتعميم مرفوض لو سمحت. بديت بالتعميم والتعميم مرفوض. شو اعترض على التعميم؟ بديت بالتعميم والتعميم مرفوض. بديت بالتعميم. شح محمود تمام. يلا بضحك ونحن نعترض على التعميم. نعترض. بديت بالتعميم ونحن نعترض على التعميم. مثل ما قال ربيعي. لا طيب طيب يا ابني. هو بيقول لك ايه؟ احنا عايزين نقول لك كذا. يلا نحن ما حد مرة. مرة من البداية. يلا لا تحط لي مشيات قبل الرقوق. مرحبا. يعاني الرجال. زين نحن ما حد منا بيرضى. والله نسيت الفساد. شو الفساد الإداري بالفساد الإداري. تتمنى القرعة تشوف الحوار تشوف. وصب الغوري داخل الدلة ما بداخل الغوري. يا ابوي انا ارمسك. زين زين كلك زين. معناته لازم اسوي دلال وايد قهوة وايد شاي وايد.